أهلا بكم من كوكب اليابان. شكلها يفرق. لأول مرة. بسم الله. عايز اكلمكم عن حاجة كتير جدا. ليه اخترنا اليابان؟ ليه جينا هنا؟ بنعمل ايه هنا؟ بس حلقة النهاردة هتبقى عن السوشي في اليابان. هنروح كذا مكان بيعمل سوشي في اليابان وناخد اكسبيرينس مختلفة شوية. يلا بينا. حابب اقول ان هتلاقوا كواليس السفرية كلها موجودة على الانستجرام في الهايلايتس. دي مش كواليس بس، دي كواليس من وراء الكواليس. روحوا هناك تستمتعوا جدا. جينا هنا مطعم اسمه ايه؟ كرة. اسمه كرة. كرة السوشي ده من المطاعم التقليديه نوعا ما، ولا ان هو حاجه الهاي ولا ان حاجه اللو. هو ده مش المطعم الوحيد اللي كده، في كتير زيه، اللي هو اللي في سير بيلف جنبك كده، في اطباق ممكن تاخد طبق وتاكله، او ممكن بقى نطلب من التابلت الاطباق احنا عايزينها عشان تجينا لحد عندنا. معززين مكرمين، صح كده؟ شفت تماما. او نصور كيو ار كود ونطلب بالموبايل. هنا الموضوع سيستماتيك جدا، مفيش اي فزلكه، مفيش اي حاجه. في فوق هنا كوبايات عشان تشرب ميه، تشرب شاي اخضر سخن. بس نطلب الاول. نطلب الأول. نرجع الكوبايه. هنا البلد كلها ماشيه بسيستم انفورميشن. هنا في اليابان كل حاجه لازم تتشرح، يا بالصوره يا بالكلام. الاجانب على اليابانيين نفسهم كل حاجه مشروحه. ده حاليا كده المينيو. اوكي نختار بقى. في حاجات كتير، يعني في هنا حاجات الحلوه الشهر ده، السايد منيو، النيجيري، ده الرولات الحلو، مشروبات كده يعني. طيب انا عن نفسي مش عارف اختار ايه، انا هخلي صاحبي هو اللي يختار وبعد كده يجي لنا الاكل ونشوف ايه ده. تمام. ده مجرد عرض، بيجي لنا بقى اكلنا من فوق. ادي واحد لان واحد التاني. واو شبه عندنا في مصر بالظبط. هيجي واحد تاني كمان شويه. دي عصيه انا ما اعرفش اكل بيها خالص. هوبا ده كده حظي سيء. ده الصويا صوص العادي بتاع اللي احنا عارفينه. ده سويت ايه ده؟ بص في حاجه جاي. فرايد. نايس. ده الصويا صوص المسكر. ده بقى صويا صوص ملح خفيف. يعني عندهم انواع صويا صوص. هلو ايه حلو. ايه في حاجه جايه؟ في حاجه جايه. اوب ادي ادي في حاجه ثانيه جت. ادي احنا هنتمرغ السوشي النهارده. ايه كل ده؟ السويت صويا ده طلع فيه كحول، احنا مش عارف نستعمله. ونفس الكلام برده الملح خفيف. طب الصويا عادي؟ الصويا عادي فيه ايه برضو؟ والصويا برضو ده عادي في كحول كده. مفيش صويا النهارده. مفيش صويا. اوه في حاجه ظهرت. ايه ده؟ شريمب. ايه ده؟ شكلهم حمار. ادوس بقى، ما اكلتش حاجه لسه. اكل؟ ابدا بده. ده الايبي شريمب. بسم الله. ده بيرقص. حلو قوي. طعمه رهيب، موزون، هو فعلا بس ناقصه صويا صوص. طعمه حلو جدا، الشريمب طعمه نظيف قوي. ده التمبرا شريمب، شريمب بالرز والمقلي. بسم الله. هو فعلا ناقصه صويا صوص، ده خساره. طلع في الاخر في كحول. ده بقى اسمه سويت شريمب. كل ما هذا وطبعا الشريمب. ده يعني حته رو بس مش مقرف. تمام، مش مقرف، شغال. ده بقى شريمب تمبورا هاند رول. ده ايه ده؟ شكلها رهيب. اضرب ايه كده؟ السيويد ده داخل في بنطلوناتهم، مش واقفلهم وكل حاجه. صعمه مش اي حد هيحبه. ده بقى اخر حاجه معانا دلوقتي، صبيت تنبوره او صبيت مقلي. بسم الله. البريدنج تحفه، البريدنج عظيم. بصوا التجربه الى الان جميله، بس ده اقلهم بالنسبه لي عشان السويت ده احنا بالنسبه لنا في مصر مش تبعنا، وللاسف هم بيدخلوه ده في كل حاجه. يعني ممكن تطلب سندوتش عادي جدا تلاقي في جوه السويت ده. دي حاجه مش اي حد يتقبلها. محمد حازم مثلا ما جاش معايا، صديقي في هذه السفريه محمد حازم المجهول هويته كالعاده، مستر جون. هنجرب دلوقتي بقى كمان كذا نوع سلمون في الرايق. بس انا عاجبني الجو، عاجبني الاتموسفير، عاجبني ان الموضوع كوزي، الوان تحفه. يا بقى جابانيز ما بنهزرش. سلمون وصل. انت بتضحك علي. سلمون نوع. ده بقى سلمون نوع تاني، سلمون عادي وسلمون زبده. هوريكم كل حاجه. فين الجبنه؟ ده ايه ده؟ تونه بسيويد.
ممكن اكل بايدي عادي؟ اه هاكل بايدي عادي كده. هجرب الاول اللي هي يا فلاح، هجرب السلمون اللي هو المدخن صح، واللي هو ايه في حته، في حته نار كده ريحه البحر في مناخيري. مناديه تلف فيها، مناديه تلف فيها لو حاجه او كده لو حصل حاجه. ماشي بسم الله. وحشه ادى كمان التونه، التونه مهروسه، التونه مهروسه. دي مسقعه دي ولا انا عايز مسقعه؟ هات جنجر، هات جنجر، هات جنجر الله يسامحك بالسلمون ده، هو طعمه صعب برضه. ناخد جنجر ده بقى، سلمون زبده، سلمون بيدوب في البق ان شاء الله يعني. حاسس جاي اعذبكم معايا بقى. دي مقطوعه من حته معينه في السمكه صح؟ ده من بطن السلمون، فرايق قوي حلو. السلمون عادي انتوا عارفينه بقى، مش هاكل شكله الصراحه. خلاص كده بقى، نخلص اي طبق كده نحطه هنا. مفيش حد جالنا، مفيش حد اخذ مننا. ممكن تطلب 100 مره يعني، ممكن ناكل ونطلب تاني ومن ناكل نطلب تاني، ناكل ونطلب عاشر. مفيش هو يطلب مره واحده لا وبيجي على طول. فسيستم حلو قوي يعني، سيستم رايق الصراحه. انا عجبني الصراحه المقلي، مع ان صاحبي بيقول لي انه المكان ده اصلا مش متخصص مقلي، في حاجات مكان متخصص مقلي اصلا. بسم الله. البحريات هنا الصراحه فوق الفريش. الجمبري زبده، زبده. هنجرب اخر حاجه هنا، ده بقى اخر طبق معانا. هذا الطبق، طبق ايه؟ صبيت، صبيت رو يعني، بدل احنا كنا واحد مقلي ده رو بقى، وده كمان تونه رو. يا جدعان الحاجات مش ريحتها، هي مش وحشه، مش زفره، هي ريحتها بحر. عارف انت في شط اسكندريه واقف قدام البحر كده، هو ده، هو ده الريحه اللي في التونه ده بالظبط. تضرب ولا ايه؟ اضرب، اضرب ولا بلاش؟ بلاش، بلاش صح. انا بص يا جدعان مش ياباني، اطلب لنا 9 جمبري من اللي فانا هخليه في المقلي شويه او الحاجات اللذيذه نوعا ما. كان الصراحه في حاجات صعبه جدا تاكلها، مش عيبا في الثقافه اليابانيه او الذوق الياباني، بس هي حاجات احنا اتعودنا عليها، وده انا متاكد هواجهه اي مكان هروحه بعد كده في العالم. في حاجات، في شعب كده بيحب ياكل حاجات معينه انا ممكن ما اتقبلهاش، وده طبيعي. بص بقى هنا، اظهر لك بقى هنا على الايباد انت خدت كام طبق، حاسبك وطبق وكل حاجه. سيستم رهيب. خلينا احنا ايه، خلينا في احنا في المقلي، اديني في المقلي احبك قوي، عيشني عيشك. هنضرب دي اخر حاجه، ندخل كده بقى على الحلو. اخر حاجه معانا النهارده وهو الايس كريم، ايس كريم بالفانيليا. بسم الله كده، واه رايق، فكرني بايس كريم بتاع ماك. في تحت كورن فليكس، حاجات قرمش معاك. ده 200 ين، حاجه بشكل عام تروح 130 ين ل 190 200 في الرينج. تجربه المطعم ده تجربه لذيذه. نروح المطعم اللي بعده. لكن في سؤال مهم جدا جدا، ليه اخترنا اليابان؟ ده السؤال لازم نجاوب عليه. ده سؤال مهم. الموضوع بادئ معايا من زمان جدا وانا في اعدادي مثلا في المدرسه، كنت بدات اتفرج على انمي الياباني او الكرتون الياباني، فكان بالنسبه لي نفسي اشوف الثقافه دي اشوفها هنا، قد ايه هم اثروا علينا بالكرتون او بالانمي. وبعدين بعدها بسنين ما دخلت الجامعه وتخصصت في هندسه ميكاترونكس، قبل بقى الفيديوهات وقبل كل حاجه، قلب الميكاترونكس اليابان والمانيا طبعا برضو. فانا كنت ساكن مع جدي وقتها، وكان جاي جدي يقول لي نفسك يا عم تخرج تشتغل فين؟ اقول له جدي نفسي ما اتخرج اخد شهادتي واشتغل في اليابان. فهو دايما كان هدف يعني، او دايما كان عيني على الموضوع. ولما بدات فتره الاكل قلت انا نفسي اول بلد اطلع اعمل فيها محتوى اكل في اليابان برضو. سبحان الله لما جت الكورونا قفلوا دخول البلد، فضلوا قافلينها 3 سنين تقريبا، واول ما فتحوا الفيزا قدمت عليها على طول من غير ما افكر، والحمد لله جات لي وجيت. فعشان كده كنت مستني اللحظه، مستني اللحظه ان اطلع وابدا بحاجه. طبعا الموضوع هنا مش سهل ان اتصور محتوى اكل، لان هم اكلهم مش اصح، مش حلال بالنسبه لنا، ولكن انا كتجربه مستمتع بيها جدا. دي تبقى اول بلد، بس هلف كمان بلدان ثانيه نستكشف فيها ثقافات ونستكشف فيها اكل حول العالم ان شاء الله. اوكي لما عايزين نجرب المكان ده، المكان ده من اشهر اماكن السوشي، والراجل ده من اشهر برضه ناس في حوار السوشي ده، وامبراطور في الحته دي الصراحه. بس للاسف التصوير عندهم ممنوع، دي اماكن قليله جدا في اليابان ممنوع في التصوير، بس مش عارف صور دول. ولكن هو عنده تشكيله كبيره جدا من السوشي الاصلي بقى، صاحب اصلا ممكن ناكلها، ولكن هو ده المنيو الصراحه الاصلي. المفروض ممكن تاخد طبق عادي، ممكن تاخد بيس واحده. طبق زي ده مثلا ب 4280 ين، اي ما يعادل تقريبا 750 جنيه.
الطبق الكبير ده. بس انتوا خدتوا بالكم بقى مفيش بقى جو عندنا زي في مصر خالص، لو بقى الرولات الفرايد بقى والحاجات دي تقريبا كلها رو. بالظبط، وهو ده اللي عايز اوصله، ان هم ما عندهمش النوع ده من السوشي اللي عندنا في مصر او في الوطن العربي بشكل عام، اللي بين جبن وصوصات وسمسم مفيش الكلام ده خالص. ممكن تقول اكتر من 90% هو السمك الرو زي دي نيجيري تونة على رز بس. لكن هما ما يعرفوش طريق الصوصات، ما يعرفوش طريق الجبن، ما فيش الجو ده خالص. وعشان كده انا ما روحتش اماكن تانية بتعمل سوشي، مش هعرف اكل من الاخر يعني، مش هستمتع. انا خدت الكريمه اللي فوق فخلاص كده كفايه. الفرق بيننا وبينهم الجوهري ان هما ما عندهمش ريحه زفاره ولا 1%، كلها الحاجه فريش اوفر. الحاجات دي مع انها هنا في مصر ومقليه وفيها ريحه زفار للاسف يعني، وده مطعم مشهور قوي معروف هنا. ودلوقتي فهمت يعني ايه السوشي اللي عندنا هنا متمصر، مش ده السوشي بتاع اليابان، وده حقيقه فعلا. قبل ما الحلقه تقفل بقى، في حته جايه دلوقتي كده، حته كده ايه فلوجيه سيك، هو كده محتوى سوشي خلص، حته فسحه كده. يلا بينا هنروح دلوقتي كايرو سكاي تري ستيشن. كايرو طوكيو سكاي تري ستيشن. يلا بينا فضحت، هنطلع نشوف طوكيو من فوق. احنا ماشيين لنا ناروتو كافيه. اوه ده هيطلع فوق. واو برج كبير جدا. واو يلا بينا شوف دلوقتي طوكيو من فوق. انا شايف منظر دلوقتي قدامي. ايه ده الكاميرا مش مبينه الحلاوه. هنا غيوم، هنا صافي. واو يا نهار ابيض، حاسس في المكعبات فاهم. لو انا عايز اشوف حاجه قريبه اكتر بدفع فلوس هنا، وبشوف بقى الحاجه دي قريب ندفع بالموبايل عادي. تاك في وقت نبي يعدي عليك يعني بقى باقي 60 ثانية ويخلص تقريبا. دوس كده زوم انا. واو مظبط الفوكس بتاعها كمان. شوف الدنيا من فوق عاملة ازاي. واو عشان نطلع فوق هنا طلعنا باسانسير سرعته 600 كيلو متر في الساعة، بسرعة جنونية. طلقة في كافيه هنا برضو، عايز تشرب قهوة موجود. وقت حلو، غروب خلاص هيجي، فالدنيا لذيذة جدا. هنطلع بقى من هنا لهنا. الصراحة من الفرق مش كبير يعني. وي واو حسب جوجل ماب خلاص احنا تقريبا كده الموضوع خلص يعني. بس برضه طوكيو بالليل حلوة قوي قوي يعني. بس كده اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وانا مصور كام حلقه مش اكل ممكن انزلهم على القناه يوم الثلاث. لو مشجعين الفكره دي قولوا لي في الكومنتات، بس حاجات جديده نستكشف بيها عالم تاني. وفي حلقات اكل جايه انا متاكد اول مره تشوفوها خالص. بس كده لو عجبتك الحلقه فدعمك بيفرق جدا معنا من لايك سبسكرايب، واكيد نسمع رايك في الكومنتات. بس كده كان معكم عمرو شريف من قناه عمرو شريف، وسلام.